يلا يا حبيبه قلبي تعالي عشان تاخدي الابره. لا برضه مش هاخد الحمل. ما تخافيش، انا ايدي خفيفه ومش هتوجعك خالص. لا غزل يا غزل يا حبيبتي، بصي لو خدتي الحقنه النهارده هاخدك تجيبي اللعب اللي انت نفسك فيها. لعب؟ اي حاجه، بصي اي حاجه عايزاها اعملها لك. لعب؟ ايوه جيبك لعب كتير قوي. انا برضه مش هاخد الحقنه. يلا يا حبيبتي خليكي شطوره. لا مش هاخدها. انت مش عايزه تاخدي الحقنه؟ ايوه مش هاخدها. طيب خلاص براحتك كده يا غزل برضه. ايوه عشان هي صعبه. لا مش صعبه يا غزل. لا هي صعبه. خلاص يا حبيبتي براحتك. بس اقول لحضرتك على حاجه، انا وانا جايه كده في الجنينه الواسعه لقيت فيها ملاهي. الملاهي دي حلوه قوي. أيوة. والاطفال بيحبوا الملاهي. ايوه طبعا. انا عايزاكي تنزليه البنت على هناك. خلاص ماشي 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 يا دكتوره. خلاص غزل مش هتتطعم يا دكتوره. طيب خلاص خلاص تعالي اتفضلي. تعالي اتفضلي. ما تخافيش. يلا بس ازيك كبيرة قوي. لا مش كبيرة ولا حاجة، ما تخافيش. ازاي؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا غزل كده ما تخافيش. يلا بصي العصفورة فوق. غزل القوية. لا ما حسيتيش بحاجة، شفتي بقى؟ بس كانت صعبة قوي بقى. لا مش صعبة ولا حاجة، الحمد لله انت خدتي الحقنة. ماشي. حسيتي بحاجة يا غزل؟ ايوه يا ماما. لا ما حسيتيش، انت كده بتدلعي بقى بصراحة. هي بتدلع قوي يا ماما. ايه رايك بقى؟ ايه رايك في الملاهي الحلوه دي؟ مش حلوه يا ماما. ليه مش حلوه؟ ليه كده يا ماما؟ يلا اللي بعده. ينفع كده يا ماما؟ لا يا غزل حبيبتي انا خايفه عليكي والله. يعني ازاي؟ مش انا قلت لك يا غزل التطعيم ده لمصلحتك؟ صح ولا مش صح؟ انا هاذيكي بحاجه؟ بس انت يا ماما عارفه ان انا مش بحبها. لا تحبيه، بطلي دلع بقى، انا دلعتك كتير قوي. ماشي يا ماما. ماشي يلا بينا تلعب في الكوره. ماما انا هلعب في النطاطة يا ماما. ادخلي يا حبيبتي. طب تعالي معايا يلا. لا ادخلي انتي الاول بس. يلا تنططي. حلو قوي يا ماما. انتي مامتها؟ ايوه انا. طب اقفلي لي التوته دي. اهو. انا دكتورة وفي حملة تطعيمات ولازم بنتك تتطعم. بنتك اتطعمت ولا لا؟ لا هي تتطعم هنا؟ ايوه طبعا. في النطاطة؟ ايوه طبعا. ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ ايه يا ماما؟ انتي كبيرة قوي. لا مش انتي عاوزة تيجي الملاهي؟ جبتك اهو. انا قلت لك مفيش مزاج يا امنيه. يلا يا حبيبتي يلا. ماما لا 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 ماما لا تخافيش يا حبيبتي بالراحه. يلا يلا يا ماما مش هينفع. ونمت عليك ولا ايه؟ ما تخافيش. يا تاخدها ماما. انا قلت لك ما بحبش التطعيم. حبيبي اسمعي كلام الدكتور. يا امنيه يا حبيبتي. يا حبيبتي يا امنيه. يا ماما يا امنيه.
يلا ممكن تفتحي ايدك. يلا يا امنيه اسمعي الكلام. يلا حبيبتي ما تخافيش. يا فرحه انت بتيجي حاجه صغيره انا عمري ما شفتها. طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، لو وجعتك ما تاخديش تطعيم تاني، اتفقنا؟ انا كبيره قوي تعيط، مش هتحسي باي حاجه يا امنيه. يلا طب بالراحه، قول لي يا براحه يا ماما. بالراحه يا ماما، قول لي يا براحه. ايه ده بصي مامتك بتعمل ايه؟ امنيه يا امنيه. على فكره انا ايدي خفيفه جدا امنيه. انت اللي عاوزه تيجي الملاهي. طب ادي واحده لماما زي ما عطتيني بحاول. لا ماليش دعوه. لا انا ماليش دعوه. اشمعنى انا يعني؟ عاوزه تتنططي تنططي يا امنيه. مش هتنطط يا ماما. يلا اتنططي. اتنطط معاكي؟ ماشي. يلا 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 اتنططي. لا ما طعموش. طبعا حضرتك عارفه ان في حمله تطعيمات، صح ولا مش صح؟ ايوه والله، بس بيغلبوني ما بيرضوش يطعموا خالص. ايه رايكم بقى يا بنات يا حلوين ان احنا نطعم؟ لا. طب ليه كده؟ طيب بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه، اوعدكم ان احنا لو طعمنا واخدنا التطعيم هننزل نقعد بقى نلعب مع بعضينا ونتنطط واعمل لكم كل اللي انتم عايزينه. برده لا. طب هجيب لكم سويتس كتير. برده لا. طب مامي هتجيب لكم العاب. انت موافقه؟ طب يلا قولي بقى لاختك بتوجعك ولا لا. يلا يلا وريني، لو وجعتك قولي لها ماشي، بس لو ما وجعتكيش قولي الصراحه. يلا وريني ايدك. يلا غمضي عينك، غمضي عينك. برافو برافو يا حياه. لا قويه وشطوره. شطوره قوي. انت بنت، انت بنت جدعه جدا، انت شطوره. قومي اتنططي براحتك بقى. بس فيروز بقى بصي قولي لفيروز، وجعتك ولا لا؟ لا. يلا يا فيروز بقى. لا. يلا يا روزة. يلا روزة قوية. يلا روزة. لا. هتجيب لها لعبة يا مامي؟ اخليها تقعد تتنططط لحد بالليل. برضه لا. طب احنا هناخد الحقنة يعني هناخد الحقنة؟ لا. هناخد التطعيم يعني هناخد الحقنة؟ استني يا حياة. بس كده ليه؟ ما تخافي. تعالي يا فيروز اقول لك على حاجة. شطور. امسكها لها، امسكها لها عشان تاخد التطعيم. يلا برافو. يلا برافو. يلا يلا اهو. بصي بقى شطورة اهو، اخدتي التطعيم. وجعتك بقى ولا لا؟ وجعت. لا انت بتكذبي بقى بصراحة. بس مش هتنطط. مش هتنطط. خلاص خلاص نطتي، مش حدش هيديكي ابرة. لا خديني يا ماما. طب ايه رأيكم؟ طب يلا عشان اتنطط معاكم. يلا بينا؟ يلا. بس خلي بالكم ماشي؟ يلا شاطرين برافو. يا حياة برافو يا حياة. هاتي ايدك يلا برافو. اتنطط معاكم؟ يلا يا مامي تعالي يا مامي. يلا. أمنية حبيبتي بجد حسيتي بالإبرة ولا لأ؟ بصراحة يا ماما؟ نعم. أنا ما حسيتش بيها خالص يا ماما، كأنها ما عطتنيش حاجة يا ماما. أنا قلت بتهزر، قلت بتديني حقنة لعبة أصلا. شفتي يا أمنية قلتلك مش هتحسي بأي حاجة. أيوة يا ماما. تعرفي كمان؟ نعم. انا بعد كده يا ماما مش هخاف من التطعيم تاني، هاخد التطعيم يا ماما حتى لو كل يوم. جدع يا امنيه كده شطوره. بس انا قلت لك انا ماليش مزاج اجي الملاهي، وانت اللي صممتي، انت اللي جيتي القضاء. شفتي 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 يا ماما شفتي؟ ده اخر اللي ما يسمعش كلام ماما. ايوه اللي بيسمع كلمه اهله شو بنقول له؟ شاطر شاطر. واللي بيقعد عاقل وحده شو بنقول له؟ شاطر شاطر. جدعين يا بنات ان انتوا اخدتوا التطعيم. تعرفوا ان التطعيم ده كله فايده ليكم؟ لا. ده بيقوي مناعتكم وبيحميكم من الامراض، صح يا حياه؟ انت قويه يا حياه. بيه يا حياه. الاميره فيروز، طب نفسكم ايه اعمله لكم؟ مش عايزه. يعني مش عايزه تروحي اي مكان تاني؟ اه الا تجيبي لي الدكتور. عايزه اروح ملاهي. ملاهي؟ ما انت في الملاهي اهو يا حياه. لا ملاهي. ملاهي؟ طب ايه رايك النهارده تاكلي ايه؟ يا نهار ابيض. وانت يا فيروزه؟ لا انا تجيبي لي الدكتور. لا لا مش هجيب لك الدكتوره في الغدا. لا لا تجيبي لي. لا مش هجيب الدكتوره في الغدا. لا هجيب الدكتور. طب تيجي نغنوا اغنيه حلوه؟ لا. نغنوا ايه؟ في البحر سمكه سمكه بتزق سمكه سمكه على الشط واقف واقف صياد بشبكه. ايه تاني يا حياه؟ يا بنات
بنات يا بنات يا بنات ماما اللي ممكن عامل حاجه ماما ممكن اتفضلي يا بنات يا بنات يا بنات مبسوطين؟